أحبائي المشاهدين، أهلا وسهلا بكم وحلقة جديدة من برنامجكم همسات عابر من خلال فضائية الإطية. برحب بكل أحبائنا المشاهدين بيشاهدونا اليوم، والنهاردة حلقة في غاية الأهمية. ويمكن أنا دايما بقول إن كثير من الناس، كثير من الخدام بيخافوا يتكلموا على مواضيع مهمة زي اللي هنتكلم عنها النهاردة. وطبعا إحنا بنتكلم عن الكتاب المقدس وعما قاله الرب يسوع المسيح ليه كل المجد، وكل محور الكتاب عن شخصية المسيح ليه كل المجد. والمسيح نفسه ما سبناش من غير ما يدينا إعلانات مهمة قوي، ومن أهم هذه الإعلانات هي اللي هنتكلم عنها النهاردة، واللي بنتكلم عنها من خلال هذه الحلقات في هذه السلسلة الرائعة. بيكون معايا في هذه السلسلة الرائعة أخونا الحبيب الأخ بشاي جبرة. أهلا بيك من خادم كنيسة الملك. أهلا بيك أخي بشاي. أهلا بيك يا دكتور يوحنا، وأنا سعيد أن أنا متواصل معك في الحلقات الممتعة. ربنا يباركك. وخاصة الحديث معك له تأثير وعمق روحي. ربنا يباركك. علي وعلى السادة المشاهدين. ربنا يستخدمنا دايما لمجد اسمه. وطبعا كده أحبائي المشاهدين عرفتوا هنتكلم في إيه، بس قبل ما نخش للعمق ونعرف الموضوع بالتفاصيل، أخونا العزيز بشاي جبرة يبدأنا ويرفعنا في طلبة صلاة في بداية حلقتنا. بسم الله والابن والروح القدس الإله الواحد أمين. أشكرك يا ربي من أعماق قلبي، لأن بإرادتك ومشيئتك سمحت يا ربي أن يكون لنا هذا اللقاء، لكي يا ربي تعطينا أن نتمم كل ما ينبغي تتميمه في حقل خدمتك الواسع، وتعطينا يا ربي أن نمجد اسمك في كل كلمة وفي كل حوار وفي كل مناقشة، وخاصة يا ربي نحن مقبلين على علامات نهاية الزمان. إلهنا الصالح الحبيب احضر في وسطنا، كن معنا، تكلم على لساننا لكي نتبارك نحن وكل المشاهدين، من أجل يا ربي أن نمجد اسمك القدوس في كل وقت وفي كل زمان وفي كل مكان. أذكر يا ربي أخويا القسيس الدكتور يوحنا لكي ما تباركه يا ربي بكل بركة روحية. أذكر يا ربي العاملين في هذا العمل الإعلامي الرائع قناة أوبتكسات. أذكر كل السادة المشاهدين، واقبل طلباتنا واستجبنا بشفاعة أمك الطاهرة القديسة العذراء مريم وكل مصاف قديسيك الذين أرضوك منذ البدء. اسمعنا يا ربي لما نصلي إليك بكل الشكر. يا أبانا الذي في السماوات تقدس اسمك، يأتي منك تكن مشيئتك، خبزنا كفافنا، أعطينا اليوم، أغفر لنا ذنوبنا كما نغفر، ولا تدخلنا في تجربة لكن نجينا من الشرير، بالمسيح يسوع ربنا لأن لك الملك. ربي يباركك أخي بشاي، وندخل محضر الرب بترنم ودياره وبالتسبيح. خاصة أنا بصلي أن الرب يسمع صلواتنا، لأن هو سامع إلى الصلاة، وهو قال تعالوا إلي يا جميع المتعبين والثقيلين الأحمال وأنا أريحكم. فالنهاردة احنا عايزين نصلي الترنيمة دي. أنا بصلي من كل قلبي أن هذه الترنيمة تكون سبب بركة لكثيرين، لأنها كانت سبب بركة ليا أولا، والناس كتيرة لما بيرنموها أو بيصلوها بتأثر فيهم وبتغير في مفهومهم للعلاقة الحقيقية بينهم وبين رب المجد يسوع المسيح. تعال صلي الترنيمة دي، قول يا رب أنا عايزك تسمع صلاتي لأنك هتستجيب، ليك المجد يا رب. حتى آخر باب اتسد، ألمس هدبة توبك
أنا طلبي إن أشوف المجد، أملي إن أشوفك، وحتى إن آخر باب اتسد ألمس هد بتوبك، أنا هلمس هد بتوبك. أنت شافي نفسي، أنت شافي جسدي، أنت شافي نفسي، أنت شافي جسدي، أنت طبيبي، أنت إله عظيم، أنت إلهي، معاك مفيش مستحيل تحميني من مماتي، أنت إله عظيم، أنت إلهي، معاك مفيش مستحيل يحييني من مماتي، أنت إلهي، أنت إلهي، أنت إلهي، أنت يسوع الفادي، أنت واهب الحياة، أنت لي أعطو نجاة، أنت واهب الحياة، انت لي اعطو نجاة، وفي ايدك ظروفي، وفي ايدك ظروفي، انت بتدي سلام، انت فيك الامان، انت بتدي سلام، انت فيك الامان، انت ماحي خوفي، انت ماحي خوفي، انا بس محتاج لصوتك، انا هدفي رضاك وخوفك، بس محتاج لصوتك، هدفي رضاك وخوفك. انا طلبي ان اشوف المجد، انا ان اشوفك، وحتى اخر باب اتسد المس هب بتوبه، أنا طلبي إن أشوف المجد، أملي إن أشوفك، وحتى آخر باب اتسد هلمس هد بتوبك، أنا هلمس هد بتوبك، أنا هلمس هد بتوبك، هلمس هد بتوبك. أي إنسان تلامس مع شخص الرب يسوع المسيح نال تحرير، نال شفاء، نال حياة أبدية. ورب يسوع ما سبناش يتامى، ومش بس كده، ما سبناش بدون علم، ده قال لنا الروح القدس الذي يرسله أنا يذكركم يخبركم بكل ما قلته. هذا الروح الناري، الروح القدس اللي يقدر يعين ضعفاتنا وبيشفع فينا بأنات. هذا الروح الذي يذكرنا بكل ما قاله رب المجد يسوع المسيح. ناس كتيرة مفكرين ان شخص ربنا يسوع المسيح نبي من ضمن الأنبياء، لا، لكن هو النبي المنتظر، الرسول المرسل من عند الآب، الماسية، المسيح الممسوح من كل الأوزار، المخلص. بالتعريف في كل هذه الأسماء هي من ضمن أسماء شخص ربنا يسوع المسيح. وبما أن شخص الرب يسوع المسيح ما هواش نبي من ضمن الأنبياء، بل هو النبي المنتظر، ومن صفات النبي أنه يتنبأ، برضه رب المجد يسوع المسيح تنبأ، ومن ضمن التنبؤات اللي تنبأها هي علامات النهاية اللي احنا نتكلم عنها النهاردة، علامات النهاية. والنهاردة بناخد الجزء الثامن من هذه العلامات. الأزمنة محدش يعرفها، حتى ابن الإنسان لما اتكلم قال وحتى ابن الإنسان لا يعرفها للآب، ابن الله اللاهوت هو الذي يعرف معاد
نهاية الأزمنة. لكن الرب يسوع علشان هو بيحبنا وبما انه هو ابونا واحنا اولاده لان احنا قبلناه وهو فينا فلن يتركنا يتامى. مش هيخلينا مش فاهمين حاجة لكن هيدينا علامات النهاية. وزي ما شفنا ان علامات النهاية اتكلمنا عنها في 7 حلقات سابقة ولسه هنكمل. هي موجودة بشخص بصورة واضحة في رسالة او في بشارة متى البشير متى 24 و 25. ورب يسوع ما سبناش من غير ما يعلمنا كل شيء. شفنا ازاي ان التلاميذ كانوا متعلقين بفكر ان الحياة الابدية لما هينتهي الهيكل الرب هيجي. طب انت معانا طب ازاي يعني؟ قال لهم ان الحجارة دي هتنتهي والحجارة دي هتقف وما فيش حاجة زي دي هتحصل وكل ده هيزول. لكن مهم ان انت تعرف العلامات. وبدأ يديهم شوية علامات موجودة. وتابع الحلقات دي عشان تقدر ان انت تدرك ايه المقصود بكل علامة علشان تعرف ان احنا فعلا في نهاية الايام والعلامات كلها وضحت. فاستعد يا اخي بقى ما تضيعش الفرصة عليك لان الرب على الابواب. وساعة ما هيجي هيتقفل الباب وهو اللي هيقفل الباب لا هتعرف لا تدخل ولا تخرج. خلاص الباب اتقفل. وزي ما كنا بنتكلم عن العذارى الجاهلات اللي نسيوا ان هم يشيلوا زيت معاهم ففقدوا الحياة الأبدية مع رب المجد يسوع المسيح. وكان مثل واضح وبدأ الرب يدي أمثلة تانية وده اللي هنتكلم عنه في حلقتنا النهاردة. أخي بشاي تفكرنا بسرعة كده على آخر حاجة كلمنا عنها المرة اللي فاتت عشان نربط هذا المثل الجديد اللي هنتكلم يعني عنه. زي ما حضرتك قلت أنه ملخص 7 حلقات اللي فاتوا بالإضافة لحلقة النهاردة بالإضافة للحلقات اللي جاية كله ده ملخص في متى 24 ومتى 25. نعم. وفي الحقيقة بس عايز أفكر السادة المشاهدين أن النهاردة هنتكلم عن مثل الوزنات. نعم. ترجمته أو معناه أن وزناتك وانت على الأرض هي حسابك عند مجيء الرب يسوع. يعني بمعنى أن الوزنة اللي ربنا عطهاني طول حياتي على الأرض هي التي أقف بها أمام الرب عند مجيئه الثاني لكي أقدم حساب عنها أيا كانت ربحانة أو خسرانة. المثل ده قاله المسيح في نهاية رحلته الأخيرة لأورشليم. هناك في لوقا 19 مثل يشابه هذا المثل بالضبط وإن كان في بعض الفروقات البسيطة. بس في لوقا 19 قال في بداية رحلته قبل ما يدخل أورشليم. أفكرك عشان السادة المشاهدين يتابعونا أنه بعد ما شفى الأعمى المولود أعمى بارتليماوس ودخل أريحة وبعدين دخل بيت زكة في أريحة وهو خارج من عند زكة كان بالقرب من أورشليم قال لهم لوقا 19 مثل العشر أمناء وهو في دخل أورشليم في نهاية رحلته وهو خارج من أورشليم قال مثل الوزنات من ضمن علامات نهاية العالم أو نهاية الزمان. فكر السادة المشاهدين قالوا إمتى؟ لما خرج وأخذوا التلاميذ على انفراد على جبل الزيتون وابتدى يقول لهم علامات نهاية الزمان وابتدى يقول لهم في متى 25 ثلاث أمثال يشيروا إلى حال الإنسان في نهاية الزمان. كان المثل الأولاني الأولاني اللي هو العذارة لا قبل العذارة قال لهم مثل العبد الأمين. العبد الأمين. العبد الأمين ده بيشير إلى حال الخدام
اللي هم في نهاية الأيام حالهم هيبقى شكله إيه. عشان كده حتى يقول إنه يعطي، بيقول كده عنهم إن هم يعطوا الطعام في حينه، الغذاء الروحي في حينه، فبيوصف حال الكنيسة من الداخل. ويختم المثل دوه ويقول إنه يأتي سيد ذلك العبد ويضرب العبيد رفقاؤه ويأكل ويشرب مع السقارة. دي وصف لحال الناس اللي بتعمل في حقل الخدمة. بعد كده ينقلنا إلى المثل بتاع العذارى الحاكمان اللي احنا اتكلمنا عنه، اللي اتكلمنا عنه الحلقة اللي فاتت. نعم. ويوصف من خلالها حالة الاستعداد للإنسان. واحنا دلوقتي في الوقت الحالي ان كل المؤمنين فيهم العذارى وفيهم الجاهلات، بس اللي هيفصل في الآخر في يوم مجيء الرب. نعم. الحاكمات على جنب والجاهلات على جنب. واحنا خدنا، لو السادة المشاهدين يرجعوا على اليوتيوب، برنامج همسات عابر الحلقة رقم 7، قايلين بالتفصيل ازاي الانسان يبقى مستعد. نعم. ويجي للمثل الثالث. المثل الثالث هنا بتاع الوزنان يشير الى كل المؤمنين في الكنيسة، اللي هو مثل الوزنات، ويحمل كل المؤمنين المسؤولية الكاملة بالعدل الالهي بالتساوي اللي بيها لما يقف كل انسان قدام ربنا يبقى بلا عذر ايها الانسان. هو يمكن بس عشان نوضح للاحبه مهم قوي، الوزنات تختلف عن الانسان اللي هو مؤمن وغير مؤمن. الكلام ده بيكلم المؤمنين، لان الوزنه هي بياخدها المؤمن عشان ياخد درجته في مكانته، الريورد بتاعه او البونص بتاعه او المكافأة بتاعته. لان لا دينونة الذين هم في المسيح يسوع السالكين ليس حسب الجسد بل حسب الروح. مهم قوي الوزن هنا هو بتاعت الانسان المؤمن علشان ياخد المجازاة امام كرسي المسيح، لان المؤمن لا يقف امام العرش الابيض، امام العرش الابيض الدينونة ده حاجة تانية خالص، لكن المؤمن يقف امام كرسي المسيح للمجازة. عشان بس الاحبة ما يختلطش عليهم الامر. كمان عايز افكر السادة المشاهدين ان المسيح لما انهى التعاليم، بنسميه يوم الثلاث قبل الصليب، ثلاث البصخة، خرج من قاعة التعليم او قاعة الرجال او قاعة الكهنة، ونزل ودخل قاعة اسمها قاعة النساء. في قاعة النساء دي في 13 خزنة اللي بيتحطوا فيهم العطايا بتاعت الهيكل. وهو خارج في قاعة النساء لمح بطرف عينه الست صاحبة الفلسين، فراح امتدحها وقال هذه المرأة اعطت اكثر من كل هؤلاء. خلص في قاعة النساء، نزل 15 سلمة كمان، كل ده خروجه من هيكل في الرحلة الأخيرة. دخل قاعة اسمها قاعة الأمم. قاعة الأمم دي مسموح انه يدخلها غير اليهود. فهو داخل قابل جماعة يونانيين وفي وشه، فسألوه وقالوا له نريد ان نرى يسوع. طبعا هم كانوا عارفينه لانه هبته والناس ملمومة حواليه، وكان معترف في ذلك الوقت ان معلمي الناموس او معلمي اليهود كان عندهم إشارة بيحطوها في نهاية الجلابية بتاعتهم زي شريط لبني أو شريط أزرق يميزوا إن ده معلم. زي دلوقتي رجال الدين ليهم لبس مميز عن باقي عامة الشعب. صح. وبعدين لما قالوا له نريد أن نرى يسوع، قال رد عليهم المفروض يقول لهم أنا يسوع، أو المفروض يقول لهم أنا هو، لكن في المرة دي ما قالش كده، قال قد أتت الساعة ليتمجد ابن الإنسان. خلاص جت الساعة. مين بيسمع الكلام ده حواليه؟ التلاميذ. كلمة الساعة دي مش غريبة على ودن التلاميذ، البعض منهم سمعها في عرس قانا الجليل لما قال لأمه لم تأتي ساعتي بعد. وفي مرة تاني كلهم سمعوه بيقول أنا جئت من أجل هذه الساعة. والنهاردة بيقول لهم قد أتت الساعة. طبعا الموضوع بالنسبة لهم كان فيه استفهام واستنكار، يعني في نفس الوقت. فأخذهم
وخرج من قاعة الأمم، عدى وادي قدرون وراح طلع قصاد الهيكل من الناحية الغربية إلى جبل الزيتون. خد بالك عشان الموضوع ده مرتبط باللي هنقوله النهاردة. في جبل الزيتون التلاميذ انفردوا بيه، لما انفردوا بيه حبوا يتباهوا بالهيكل ومباني الهيكل وشكل الهيكل وأبواب الهيكل وجمال الهيكل، وده حقا أن الهيكل كان من عجائب الدنيا لغاية سنة 70. ده الكلام ده قبل سنة 70. وبعدين فأروا أبنية الهيكل، يعني أنتوا رب المجد معاكم ولسه عقولكم حجرية بالظبط، تعبير دقيق جدا. إن مرتبط بالأحجار وبالهيكل ومش مرتبط بيا أنا. طيب يا سيدي ما تزعلش، لا يترك حجر على حجر إلا وينقض. هم بقى افتفوا ولا ينتهي هذا الجيل حتى يتم ذلك. أو فعلا تمام 40 سنة، هو كان في 30 29، فتم فعلا في الوقت اللي قاله. وبعدين هو قال لهم كده، هو تفكيرهم وتفكير اليهودي حتى هذه اللحظة أنه لما يتهد الهيكل ينتهي العالم. انتهاء الدهر مرتبط بهدم الهيكل، ما فيش هيكل يبقى ما فيش عالم. طول لغايه دلوقتي ما في عندنا حائط المبكى، لسه جزء من الحائط موجود وموجودين بس مش قادرين يقدموا ذبيحه لان لسه ما في هيكل متبناش. قالوا له ايه بقى؟ شوف الجمال بتاع الكتاب المقدس وجمال الوحي. قالوا له طيب احنا موافقين انه لا يترك حجر على حجر الا وينقض، طب قول لنا بقى يا سيدي المعلومات. انا متخيل المشهد لو انا واقف وسط التلاميذ، انا يعني متخيل بطرس كده مندفع بطبعه وكبر سنه، قال له طب قول لنا بقى يا سيدي الى متى يكون هذا، وما هي علامة مجيئك، وايه وانقضاء الدهر. ثلاث اسئلة جاوب على سؤالين. متى يكون دي؟ استنيها خليها شوية. وراح مجاوب بمتى 24 في 6 حلقات احنا اتكلمنا فيهم، موجودين على اليوتيوب، ارجو انك ترجع لهم عزيزي المشاهد علشان تواصل معانا، لان الموضوع ده مرتبط بمصيرك الابدي. وابتدى يقول لهم بقى ايه العلامات، انه في زلازل وفي حروب وتسمعون باخبار حروب ومجاعات واوبئة، وبعدين تخشوا في مرحلة تانية مبتدأ الأوجاع، وبعد مبتدأ الأوجاع تدخلهم في الضيقة العظيمة، وبعد كده علامات المجيء التاني، وبعد كده راح عطينا 3 أمثال. الله، أنت عزيزي المشاهد تختبر نفسك في 3 أمثال دول، تقدر وانت على الأرض تحدد مصيرك الأبدي، تحدد أنت فين وفي أي مكان في السماء أو في الحياة الأبدية. كلمنا عن العبد الأمين، كلمنا عن العذارى الحكيمات والجاهلات. النهاردة بنتكلم عن أن مفيش إنسان على الأرض، على وجه الأرض، ربنا مش عاطيله وزنة يتاجر بيها، ودي هذه الوزنة اللي هتقف بيها قدام كرسي العلي، كرسي القضاء، لكي تقدم حساب عن وزنتك، عن وزنتك. أذكر تعبير قاله قديس بطرس، إن غاية إيماننا، لا أنا نفسي أستبدلها تسمحني، إن غاية وزنتكم هي ربح النفوس. هي غاية إيمانكم خلاص النفوس. خلاص النفوس، نعم. يعني أي وزن عندك إن لم تربح بها نفوس فوزنتك خسران، لسبب واحد، لأن المسيح نفسه قال أنا هو الكرمة الحقيقية. أيوة. وأنتم الأغصان، كل غصن مش مربوط فيا مش هيأتي بثمر، تمام، لكن اللي مربوط فيا يأتي بثمر وثمر يدوم. بالظبط كده، ده اللي يهم، ده اللي يهم. تعالى عزيزي المشاهد مع أخويا وحبيبي نتأمل في كلمات الوحي من خلال هذا المثل، ونشوف ربنا النهاردة من خلال الحلقة دي. أطلب من الله أن يضع الكلمات في قلبي لكي ينطق بها لساني، ونشوف ربنا عايز يقول لنا إيه النهاردة. يقول في متى 25 عدد 14، يا ريت لو معاك كتابك المقدس افتحه معنا مش هتخسر حاجة. وكأنما إنسان مسافر دعا عبيده وسلمهم أمواله. متى
25 عدد 14. أعطى واحد خمس وزنات. كلمة وكأنما لها علاقة بالمثل اللي قبله بتاع العذارى الحكيمات. هو بيربط المثلين ببعض، لأن زي ما أنا قلت لك إن الثلاث أمثال دول من ضمن علامات نهاية العالم أو علامات نهاية الزمان، زي ما هو اللي هو موضوع حلقتنا، أو هو الموضوع اللي بنتكلم فيه بقالنا أكتر من 7 شهور حاجة زي كده، أكتر 8 شهور. فبيقول وكأنما إنسان مسافر، هو الإنسان يسوع المسيح. مسافر معناها هيسافر وهيرجع، هو مسافر ومدة السفر بتاعته من لحظة صعوده أو من لحظة مجيئه الأول حتى مجيئه الثاني التي نحن فيها الآن بصددها. فهو دلوقتي هيسافر أو صعد، سميها بلغة الكتاب، أو هيتركنا للوقت، هيقول دلوقتي للوقت، خد بالك. فبيقول وكأنما إنسان مسافر، هو شخص الرب يسوع، دعا عبيده وسلمهم أمواله. طبعا كلمة عبيده هنا كل المؤمنين، كل البشر، حتى الأشرار أعطيهم وزنات. بس الفرق ما بين المؤمن والشرير أن المؤمن بيستعمل الوزن لربح النفوس للمسيح، أما الأشرار بيستعملوا الوزن للشر ضد المسيح. والنهاردة هتلاقي بضمن الأشرار ناس أذكياء جدا جدا وناس متعلمة جدا، صح، وبيستغلوا وزنة الذكاء أو وزنة التعليم أو وزنة الصحة أو وزنة الإمكانيات والقدرات والغنى في اختراع الشر. ودلوقتي الميديا سهلة قوي انك انت تشوف كل الكلام ده. احنا نقدر نقول ان الميديا مثلا كأكبر مثال في الوقت اللي احنا عايشين فيه حاليا. دلوقتي الميديا اول ما بدأت فكرة الساتلايت كانت اساسها انه يبعت ابليس، يعني خلى اللي تمم او اللي اخترع فكرة الساتلايت والقمر الصناعي انه يوصل الخطية لجوه البيوت. لكن الرب استخدم هذه الوزنة الشريرة وحط في بعض الناس ان يستخدموا هذا الجهاز او هذه الفكرة بتاعت الساتلايت لدخول الكتاب المقدس لكل بيت، حتى في الاماكن اللي ما ينفعش يخش فيها. وده احدى اساليب الشيطان. يعني النهاردة العدو الخير او الشيطان يقول لك خد كل حاجة انت عايزها، انشغل بكل حاجة انت عايزها، ويقدم لك العالم في شكل شهوة، في شكل تعظم معيشة، في شكل تقدير يقدرك، اللي بيها انك لغاية انك توصل لربنا بروحك، لا، خد بنفسيتك وخد بجسدك. يقول ايه كمان هنا؟ سلم عبيده كل امواله، اخذ الذي لي واعطانا الذي له كل حاجة. عارف بقى كلمة، انا هسألك سؤال، ما هو الذي له؟ كل شيء، كل خير. ده مش كده اعطي لي كل سلطان، كل سلطان. مش كده وبس، ده احنا بنصلي كل يوم بنقول له لانك اعطيتنا ان ندوس الحياة والعقارب. اكتر من كده ايه سلطان؟ اكتر من انك تدوس الشيطان وجنوده وملائكته. فهنا يقصد بكل عبيده كل الناس، واعطاهم ايه؟ امواله. في حاجة حلوة قوي هنا، انه كان ممكن يديهم امواله وما يسافرش. ده سؤال بيطرح نفسه، ان انا ممكن اديك اموالي تاجر بيها واقعد معاك. لكن هو كان يقصد ايه؟ انه اعطاهم امواله وسافر لألا يتاجروا بيها خوفا من وجوده. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، في ذلك الزمان، في هذا الوقت اللي قال فيه المثل، كان الناس الأغنياء يدوا الناس وزناتهم أو فلوسهم يتاجروا بيها، وهم يروحوا يسافروا يباشروا كل أعمالهم في البلاد الأخرى أو في الأماكن الأخرى. دي حاجة. الحاجة التانية كمان، أنه كونوا يديني كل أمواله بدون ضمان. النهاردة أنت لما تروح تستلف من واحد أو من البنك أي قرض، لازم البنك قبل ما يديك ياخد إيه؟ ضمان. ضمان، هو أعطاك ما أعطلكش ضمان. ده الحتة دي تخلي الواحد يقف قدام نفسه مكسوف، ان ربنا بهذه الدرجة بتثق فيا.
بهذه الدرجة تأتمني على أموالك وإنت مش موجود؟ شوف قد إيه. ولكن هناك يوم للحساب. أنا عطيتك كل الإمكانيات، حتى الثقة عطيتها لك، حتى الضمانات عطيتها. يكمل ويقول إيه؟ فأعطى واحد 5 وزنات وآخر وزنتين وآخر وزنة. طب ليه أقسمهم بالتقسيمة دي؟ أنا يعني سؤال يطرح نفسه زي ما حضرتك بتقول، طب وهل ده من العدل يا رب؟ يعني يدى الواحد 5 و1 2 1 واحدة. حلو خالص. ليه؟ هقول الله يكمل إجابة. وقال كل واحد على قدر طاقته. لو أنت طاقتك تقبل أكتر من 5 كان أعطاك. في لغة 19، في لغة 19 في مثل الأمناء رد على السؤال ده يقول إيه؟ فقال إنسان شريف الجنس ذهب إلى قرى بعيدة ليأخذ لنفسه ملكا ويرجع، فدعا 10 عبيد له وأعطاهم 10 أمناء كلهم زي بعض ما فرقش. أنا عايز بس السادة مش يفتفهمني في الحتة دي كويس يا دكتور يحب. نعم. أعطاهم كلهم زي بعض 10 أمناء، يعني أمناء دي عبارة عن وحدة وزن قدر من الفضة. المفسرين كلهم اختلفوا، واحد قال 100 دينار، واحد قال كمية من الفضة، واحد قال وزنة. ولو ترجع لدانيال 7 بلشصر حفيد نبخذ نصر لما كان عامل حفلة وقعد وسط عظمائه الألف بيشرب في عيد ميلاده الخمر في أنية المذبح، ترجع معايا في دانيال 7، فلقى هو بيشرب في أنية المذبح خمر ويستهين بها، لقى على الحيطة كتابة مكتوب إيه؟ منة وصقيل وفرسين. كلمة منة في اللغة البابلية اللي كتب فيها الجزء ده بتاع دانيال باللغة البابلية معناها وحدة وزن، يعني أنت وجدت بالموازين ناقصاً وقد أحصي ملكوتك. ده موضوع دانيال. فهنا عطى في لقى 19 الكل زي بعض، هنا عطى كل واحد على قدر طاقته. ليه؟ خلي بالك ان متى، عشان برضو الأحبة يبقوا فاهمين، علما بان لوقا كان مدقق لانه كان طبيب، لكن متى كان يكلم اليهود فكان بيديهم اللي هم فعلا مدركين وفاهمينه كويس جدا جدا جدا. الرب كان بيستخدم بالوحي المقدس كتابة كل واحد لمن يرسل هذه الكتابة. ده كلام سليم، لأنه لوقا كان راجل مؤرخ وطبيب ورسام ودقيق، وكان لوقا بيكتب لأكبر ناس فلاسفة في العالم. نعم. ما بيعدوش حاجة، يقول لك كان بيكتب لليونانيين، فاهم؟ فهنا متى بيكتب لليهود واليهود يدركوا تماما. اوعى تفتكر ان المسيح لما كان بيقول الامثال كانت دي غريبه عن ذهن اليهود، لا، لانه لما قال لهم مثل الابن الضال كانوا فاهمين كويس قوي ان هو بيتكلم عليهم هم، يعني يدركوا الكلام ده. وبعدين يقول ايه؟ يقول فاعطى واحد 5 وزنات والتاني وزنتين والتالت وزن. هنا الآباء قالوا إيه؟ قالوا إنه التلاتة مجتمعين في الإنسان، خد بالك. قال لك 5 وزنات يشيروا إلى الخمس حواس بتوع الإنسان. عشان كده حتى في المثل وكأنما في المثل اللي قبله أشار إلى إنه الكنيسة كلها تجتمع في 5 حكيمات وخمس جاهلات. فقال لك ده يشير إلى الخمس حواس، فأنت عاطيلك ربنا وزنة ونعمة من عنده بحواسك الخمسة، تقدر تمجد الله بالحواس الخمسة. لأنه قال بولس الرسول مجدوا الله في أجسادكم معناها بالحواس الخمسة. ويقول لتيمساوس، يقول في رسالته لتيمساوس لتحفظ روحكم وأنفسكم وجسدكم كاملة بلا لوم أمام ربنا يسوع المسيح. كأنه كل إنسان وزنتين، دول يشيروا إلى الحب بين 2، الرجل ومراته
أو اتنين. ورقم اتنين يشير في الكتاب إلى القوة. إلى القوة، وإيه كمان؟ إيه؟ إلى البركة. إلى البركة. عارف أنت بالشكر على القليل، هيقولها دلوقتي، هيقيمك الله الكثير كثير من خلال البركة. نعم. وعايز أقول لك كمان هنا بيقول له هنا اتنين وآخر وزنة، كل واحد على قدر طاقته. يمكن ربنا لما لو كان عطى صاحب الخمس وزنات دول سبع وزنات وتاجر وكسب خمسة، كان يبقى مقصر في اتنين، لكن هو عطله على قد إمكانياته. الله فاحص القلوب ويعرف أدق التفاصيل عن الإنسان. ده أنا مش عايز أقول لك كمان إن حتى الجينات اللي مسؤول اللي مولود بها الإنسان يعلمها الله طبعا، لأنه الكل. لأنه ضابط الكل. هكذا ينطبق على صاحب الوزنتين. نعم. وهكذا ينطبق على صاحب الوزن الواحدة، واخد بالك؟ لكن في ناس في خطورة هنا يا دكتور يحن، أنبه بها نفسي وكل السادة المشاهدين. أنا ساعات ربنا بيبقى عطيني وزنتين أو خمس وزنات وأطمع وأقحم نفسي على عمل قد لا يتناسب مع الوزنة بتاعتي. مثلا افرض ان انا عايز في يوم من الايام ابقى واعظ، وعمال اجتهد ان انا ابقى واعظ، وربنا مش عاطيني النعمة دي او مش عاطيني الموهبة دي، فمن كتر الحاحي على ربنا فيديني ان انا اكون واعظ وافشل واحاسب على التقصير لانها مش بتاعتي. مش بتاعتي. انت كرجل الله النهاردة لو الله مش عاطيك هذه الوزنة لن تجد ثمار في خدمتك. صح. يعني انا دايما بقول للاحبه، انا كانت شغلتي قبل ما اعرف المسيح في المجال الفني، والناس كلها عارفه الكلام ده، والرب لما دعاني ليه استخدمني، ولكن مش في هذه الوزنه. انا بس بمجد ربنا فيها، لان كلنا بنمجد ربنا، احنا بس كده. لكن الوزنه ان لم تاتي بثمر تبقى مش من عند ربنا. أنت ممكن تستخدم مواهب جسدية لمجد ربنا وممكن للعالم، بس الوزنة اللي الرب بيديها لك هي العطية اللي الرب بيديها لك اللي ترجع له بثمر لملكوته. إن ما كانش الخدمة اللي أنت الرب مسقلك بيها تأتي بثمر يبقى دي مش من عند ربنا. عشان كده أنا دايما أقول للناس لما يقولي طب ما بتستخدمش دي ليه؟ انت دلوقتي يعني قسيس وبترعى كنيسة ورب بيستخدمك في كلمته وفي الصلاة مع الناس وكده، لكن طب ليه ما بتستخدمش الموهبة اللي كانت عندك في القديم؟ قلت له يعني كل دكتور بشري بقى دكتور الكنيسة، كل محاسب بقى أمين الصندوق، يعني ما مش معقولة يعني. طب ما هو المحاسب بتاع اللي كان مع أيام المسيح كان خانه، عايز أكتر من كده إيه؟ وكان حرامي. صح. ها؟ بس ده معناها انه كل البشر عندهم وزنات. طبعا مفيش انسان. وده يعني ويعطي كل واحد على قدر طاقته. تعال اقول لك الكتاب قال ايه في الحته دي. يعني مثلا في رساله بولس الرسول الى اهل روميا اصحاح 12 عدد 6 يقول كده ايه: ولكن لنا مواهب مختلفه، وزنات مختلفه بحسب النعمه المعطاه لنا. النبوة يقول كده، فالتنبؤ فبالنسبة للإيمان أم خدمة ففي الخدمة، أم المعلم ففي التعليم، أم الوعظ في الوعظ، المعطي بسخاء، المدبر باجتهاد، الراحم بسرور. شوف قد إيه كل واحد ليه دور. ليه؟ لأنه بالضبط هشبهها لك بالجسد. وظيفة الإيد غير وظيفة الرجل، غير وظيفة القلب، غير وظيفة العقل، غير وظيفة العين، غير وظيفة السمع، غير وظيفة الكلام. كل عضو في الجسد ليه وظيفة، ليه دور، ليه وظيفة. تعال بص بولس الرسول يقول في كورنثوس الأولى: كل واحد يعطى يعني يعطى وزنة حسب إظهار الروح للمنفعة. ما هي المنفعة؟ هي أن نكسب نفوس للمسيح. بص كمان أفسس 4:11: وهو أعطى البعض أن يكونوا رسلا، والبعض أنبياء، والبعض مبشرين، والبعض رعاة، والبعض معلمين، لأجل تكميل القديسين. يقول كده:
لخدمة البنيان جسد المسيح. الله، كل ده كل واحد على حسب طاقته. ويقول بطرس الأولى: كوكلاء صالحين على نعمة الله المتنوعة، يعني وزنات متنوعة. دي حاجة تبين انه ما فيهاش ظلم، والله عادل وبيعطي كل واحد وزنته. خد بالك الحتة المهمة قوي دي، بيعطي كل واحد وزنته لكي تساعده على خلاص نفسه ويربح بها نفوس للمسيح، ويقف يقدم حسابه إنسان تاجر. وهنشوف المكافأة دلوقتي. وبعدين يقول إيه؟ يقول: وسافر للوقت. معناها إيه سافر للوقت؟ يعني لمدة محددة وهرجع وهيرجع تاني. لأنه إحنا كل الإشارات دي تشير لعلامات. الرب قال في يوحنا 14: آتي يعد لكم مكان، حيثما خلصتم مكان أرجع إليكم. بالظبط كده. وأخذكم إلي حيثما أكون أنا تكونون أنتم أيضا. أنتم أيضا. بس. وبعدين ده إشارة إلى أنه هيجي تاني في المجيء الثاني. طبعا. وده إيماننا بأن المسيح هيجي مرة تانية في المجيء الثاني. نعم. وبعدين: فمضى الذي أخذ الخمس وزنات وتاجر بها. وربح خمس وزنات أخرى. ده كان شاطر. ده بولس الرسول يتكلم في الحتة دي. لما دخل لأول مرة تسالونيكي قعد ثلاث أسابيع، ثلاث سبوت. تعرف بولس لما كان يفتح كنيسة كان يفتحها من خلال المعبد اليهودي في البلد. كان يعمل إيه؟ كان يخش البلد يقابل واحد ماشي في الشارع أو واحدة ماشية في الشارع، يسألها يقول لها: ما تعرفيش يا أمي فين المعبد اليهودي اللي هنا؟ تقول له: على ناصية الشارع هناك. فيروح ويروح داخل المعبد وقاعد في آخر الصف، والعغخان أو الرباي بتاع المعهد عمال يتكلم أو يقرأ سفر الشريعة. فيجي في الآخر بولس يسأله بعض الأسئلة فما يعرفش يجاوب، فيقول له بعض النبوات اللي تشير لشخص الرب يسوع، ما يعرفش يجاوب. فيروح هو يبتدي يجاوب، يروح هو مقفل عليه ويروح خارج. لما يخرج الناس اللي قاعدين عايزين يعرفوا بقى الحديث، فيطلعوا برا مع بولس يشرح لهم من هو يسوع المسيح، من هو المسيح المنتظر. وبهذه المجموعة القليلة من كل يوم سبت تكبر هي دي كنيسة تسالونيكي. وراح واخد منهم مجموعة بقى هم مسيحيين تسالونيكي. خد بالك بولس خلص رحلته التانية، اللي رحلته الأولى وسافر، وجي يطلع الرحلة التانية راحوا بعتل له تلغرافات: الحق يا بولس، المسيحيين اللي في تسالونيكي مضطهدين جدا جدا جدا، وفي منهم من الاضطهاد خاف ورجع لليهودية. طب يعمل ايه بولس؟ ده هو في الرحلة التانية ناحية أوروبا. وبعدين راح جايب ورقة وقلم وراح كاتب لهم رسالة تسالونيكي الأولى، يقول لهم فيها إيه: استحملوا، اتقووا، ما تخافوش، المسيح قرب يجي. وتلاحظ في رسالة تسالونيكي الأولى في الخمس إصحاحات يختم كل إصحاح بمجيء الرب، انتظار الرب، المجيء. هم سمعوا الرسالة دي عشان يقويهم. خد بالك إيه اللي حصل بقى. كل المسيحيين سابوا أشغالهم وسابوا التجارة بوزناتهم وقعدوا في الكنيسة منتظرين مين؟ مجيء. وبقوا على الكنيسة الصغير والكبير والعائلات كلها نايمة واكلة شربة على الكنيسة. فطبعا بقت مشكلة، فراحوا بسرعة: الحق يا بولس، من ساعة ما بعت لنا الرسالة الأولى لتسالونيكي الناس قاعدة في الكنيسة عالة على الكنيسة وبتاكل وبتشرب وما بتشتغلش. هات ورقة وقلم. راح كاتب رسالة تسالونيكي التانية يقول لهم: صحيح أنا قلت المسيح قرب يجي، بس لازم قبل المسيح لما يجي في علامات اللي احنا ده موضوع حلقتنا أو الحلقات بتاعتنا. لما تتم العلامات دي المسيح هيجي اللي احنا بصدده دلوقتي في الحلقة الثامنة من الكلام ده. وقال تعبير حلو قوي، قال: الذي لا يعمل لا يأكل. ترجمتها ايه بقى؟ الذي لا يجاهد بوزناته لا يأكل من المن السماوي. ليس له مكان في الحياة الأبدية. وليس له مكان في الحياة الأبدية.
وأما أنتم، يختم بقى الرسالة الثانية، لا تفشلوا في عمل الخير. التجارة بالوزنات عمل خير، والوزنات هي معناها المواهب اللي أعطاها لك ربنا. ما فيش إنسان ما عندوش مواهب أيا كان. إنسان صوته حلو مرنم بيجذب الكثيرين بخلال صوته ألحانه وموسيقته للمسيح، إنسان رسام، إنسان مسبح، إنسان عنده موهبة اللغات، إنسان عنده موهبة الافتقاد، إنسان عنده موهبة السؤال عن المرضى والمسنين، كل دي وزنات. فأنت استخدمها للخير، لجذب نفوس للمسيح. ما فيش إنسان على الأرض، هنشوف اللي صاحب خمس وزنات كسب خمس وزنات. ويقول له إيه؟ يقول له هنا تعبير حلو قوي أنا بحبه قوي، بيقول اللي أخذ خمس وزنات وتاجر بها فربح خمس وزنات آخر، وهكذا الذي أخذ الوزنتين ربح أيضا على قدر طاقته. ما يقدرش، هي دي طاقتي، وزنتين أقدر أكسب وزنتين، لو أعطاني وزنتين ونص كنت برضو هكسب وزنتين. وبعدين وأما الذي أخذ الوزنة الواحدة، ده تمرها بقى وخباها، ده وزنة برضو وزنة. يقول كده الكتاب تعبير دقيق جدا، يقول فمضى وحفر في الأرض وأخفى فضته، فضة سيده. طيب الأرض هنا، قبل بقى ما نخش بقى على المعنى ده هناخد الأخ جورج معنا على التليفون. أهلا بيك أخ جورج. أهلا بحضرتك أخ يوحنا، أهلا حضرتك. نشكر ربنا الحمد لله. أنا مبسوط خالص إني بشارك في البرنامج، وسعادتي أكثر إن مع حضرتك أبويا ومرشدي الروحي وأستاذي الأستاذ بشاي جبرة. العفو. يعني أستاذ بشاي مش عارف أقول إيه لحضرتك، بس تعيش وتعلمنا وربنا يديك طول العمر. أنا حابب أشارك في البرنامج معاكم النهارده، يمكن بالصدفة كان في مكالمة تليفون مع أستاذ بشاي، وبترتيب ربنا العجيب الحوار كان عن الوزنات، وكانت المفاجأة النهارده، كان ده كان امبارح، وكانت المفاجأة النهارده إن البرنامج عن الوزنات. فأنا حسيت إن ربنا في مسج يعني، أو في رسالة روحية خاصة يمكن لضعفي. فكرة الوزنات الحقيقة فكرة خطيرة جدا ومخيفة في حالة إن الواحد يهملها. ومطمئن جدا في الموضوع زي ما حضرتك لسه قايل من شويه، ان ربنا مش بيطالب حد بالكتير، اقل القليل ممكن تقدمه ربنا بياخده ويبارك ويفرح بيه. حاجه كمان يعني مش عايز اطول على حضراتكم، بس حابب اشارك بيها. يمكن انجيل امبارح كان انجيل الشاب الغني. الحقيقه الشاب الغني شخصيه محيره جدا بالنسبه لي. يمكن هو كان شايف ان وزناته حفظته على طهارته يمكن، ولا تقتل لا تزني اكرم اباك وامك، كل الوصايا الحلوه دي. هو قال له يعني، انا حاسس ان هو كان رده على ربنا كان شويه يعني لو تسامحوني انا اشعر ان في زاد شويه، لما قال له هذه كلها حفظتها منذ حداثتي، يعني من وانا صغير عارف الكلام ده، انت ايه الجديد يعني. فرغم كده ربنا بص له وحبه، يعني كانت نظره فيها شفقه وفيها محبه. انما ربنا كان عايز يقول له يمكن انت وزنتك الحقيقيه المال اللي معاك، وانا مش عايز منك فلوس، انا عايزك تتخلى عنه في الحاله اللي انت هتتاجر بيه. يعني كان تعبير عجيب جدا لما قال له يعوزك شيء اذهب وباع، يعني منين يعوزك ومنين بيع. يعني مش عايز اطول اكتر من كده، بس انا فكره الوزنات حقيقه فكره معزيه ومريحه ومخيفه زي ما قلت في الاول، في حاله ان الواحد يعملها. وربنا يدينا كلنا يعني نقدم له بطيب خاطر وبالتضاع وبانسحاق، ونحط في ايديه القليل اللي عندنا، وربنا يستخدمنا كلنا مجد اسمه يا رب. امين امين, أمين. ربنا يباركك يا اخي جورج، شكرا على اتصالك. اشكرك. وطبعا مثل الشاب الغني واضح جدا ان الرب يسوع ارى اللي في قلبه، لان هو كان يعشق اله المال، عشان كده قال له روح بيع كل ما لك واعطي الفقراء واتبعني. فذهب حزينا لان كان عنده مال كثير. الرب ما كانش يقصد ان اللي عندهم مال الرب مش بالزبط. ما بيقبلهمش بالزبط. ولكن اللي بيعبدوا مامون اله المال، ان انت لو رجعت للترجمه لا يستحق انسان ان يخدم سيدين، اما الله او مامون، جاد اور مامون. مامون هو اله المال او عباده المال،
ما هواش المال بحد ذاته ولكن عبادة المال. بالزبط. فهذا الشاب كان يعبد المال، فالرب يسوع المسيح ليه كل المجد لأنه فحص القلوب ومختبر الكلى، عرف اللي داخل جواه وإيه اللي جواه، عشان كده عارف أنه هو هيمضي حزين، ولم يذكر الكتاب شيء عن هذا الشخص مرة أخرى بعد ما مشي حزين. وحقيقي يمكن مجازا يعني اللي مضى حزين المسيح مش هو حقيقي يعني حزين عليه فداني يعني أنا هو مش هيقول الحياة الأبدية صحيح. كأب يعني حزن على ابن زي ده محدش عارف هو تاب ورجع عمل ايه بعد كده، لكن يعني يمكن أنا شوية بنعمة ربنا ليا ميول يعني في الشعر والأدب، بحس كتير ان اللي مضى حزين او في الحالات اللي زي دي اللي بيمضي حزين هو المسيح للمجد. ويمكن حاجه عجيبه جدا ان يعني يمكن اتعلمتها حتى من استاذي استاذ بشاي، ان يعني الفرحه الحقيقيه مش للتايب اللي رجع بقدر ما بيكون لربنا اللي بيغفر، يعني فرحه ربنا بالغفران بيكون اعظم يمكن من فرحتنا احنا بالرجوع كاب، يعني كاب بيدور على اولاده طبعا زي الاب مع الابن الشاطر. انا اشكرك انك حضرتك قلت الابن الشاطر، يعني انا ما بحبش كلمه الابن الضال، لا لا هو ابن الشاطر يعني فعليا لان هو وقف امام نفسه الاول وعرف غلطه ورجع لابوه ده بالظبط، بس عشان كده هو كان شاطر. لو هنلقب حد بالابن الضال فالكبير هو اللي كان ضال مش الصغير. صحيح الكبير هو اللي كان جوه البيت بس تايه هو اللي كان ضال. ربنا يباركك يا اخي جورج، شكرا لاتصالك. شكرا جدا لحضرتك. شكرا. ربنا يبارك. اشكرك عزيز جورج وانا بس يعني بشكرك على المداخله اولا وعلى تاملاتك الحلوه، لكن عايز انوه بس للساده المشاهدين ان الروح القدس يعمل في ابنائه في كل وقت وفي كل مكان وزمان. امين. اخويا جورج اصلا من ولايه تكساس، واحنا في الحقيقه بقالنا شهرين مش عارفين نوصل لبعض بالاتصالات التليفونية، بالرغم ان انا كنت في الرحلة الاخيرة عندهم في تكساس الا اني معرفتش اقابله لكثرة المشغوليات، فبالصدفة عرفنا نوصل لبعض امبارح بالتليفون، وكان سؤاله ليا في التليفون ازاي استعمل صح الوزن اللي عطاني ربنا. قلت له انا بكرة هتكلم في الوزنات. ده يؤكد انه الروح القدس يعمل في اولاده ويدبر لهم الوقت ويدبر لهم امتى نمجده وامتى نستعمل وزناته. امين. مره تانية بشكرك جورج وربنا يكون معاك، وهو من الشعراء الحلوين والخدام الكبار في تكساس. ربنا يباركك، ومره تانية بنشكرك حبيبي. نيجي للوزنة الاولى اللي هي الوزنة الوحيدة اللي اخذها هذا العبد وطمرها في الأرض، وهنا أخفاها في الأرض. ليه الرب قال ما أخفاهاش في حتة تانية وقال أخفاها في الأرض؟ أولا هو أولا حفر حفر حفر. هقول هنا الأرض هنا في هذا المثل تشير للعالم. لأنه الإنسان عايش على الأرض وهو استعمل هذه الوزنة. أي والأرض ملعونة. بالضبط كده. وكمان إيه هو استعمل هذه تعبير الأرض لانه في ناس ربنا بيديها نعمه وبيديها وزنات وتستعملها في شهوات الارض. ومش كده وبس، يمكن وانت في البدايه بتستعمل الوزنه بتاعتك في شهوات الارض وملذات الارض يجي لك كم مسج من ربنا يحذرك الا واني انت مصر انك تحفر، يعني ايه يكون لهذه الشهوه عمق في الارض. حتى كده يقول لك ايه، وانه فمضى وحفر في الارض أخذ الوزنة دي استعملها في أمور العالم كوزنة مع سبق الإصرار والتعصب بأنه حافر عامل لها جذور عامل لها عمق. وبعد كده يقول إيه وأخفى فضة سيده. يعني صدقني يا دكتور يوحنا ربنا بيدينا نعم كتير قوي 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 وإحنا بنخفيها. يقول لك فضة سيده يعني وزنة سيده واحنا بنخفي نعمة ربنا. نعمة ربنا. نعم. يقول كده عن النعمة ايه؟ احد المفسرين يقول لك النعمة هي تعرفها يعني انت لا شيء ولا تستحق اي شيء بل تعطى كل شيء بلا اي شيء.
هي عطية مجانية لمن لا يستحق. وفعلا احنا ان عملنا، بص التعبير الحلو ده، كل البر فنحن عبيد بطلون. فيقول هنا واخفى في الضد سيدهم، وبعد زمان طويل اتى سيد اولئك العبيد وحاسبهم. هذا الزمان اللي احنا عايشين فيه هينتهي عندما يرجع السيد للحساب. وهو ليه الطويل؟ خلي بالك، عشان يعطي فرصة لينا ان احنا نلحق ونتوب ونتاجر بوزنتنا. دي نمرة واحد. نمرة اتنين، في مثل العذارى والحاكمات والجاهلات، قال قد ابطأ العريس عشان الجاهلات يفوقوا وما فقوش. واخد بالك؟ وده حال الكنيسة. وهنا فترة امتحان الكنيسة، خلي بالك، بعد زمان طويل دي فترة امتحان الكنيسة، لأن في مثل لوقا 19 قال أعطاهم 10 وزنات كلهم زي بعض، وكلمة ورقم 10 هو رقم الامتحان. أعطاك الوصايا 10 لكي إيه؟ يمتحنك بيه. واخد بالك؟ فهنا زمن امتحان الكنيسة الآن حتى مجيء التاني هو امتحان لكي تربح بوزناتك التي تقف بها أمام شخص الرب يسوع. وبعدين يقول إيه؟ وحسبهم. فجاء الذي أخذ، جاب بقى الجماعة بتوعه، جاب كل المؤمنين في هذا اليوم. في هذا اليوم بنعمة الروح القدس الكتاب المقدس حدد اليوم اللي هو المكان اللي هيجمع فيه كل البشر لكي تتم الدينونة العتيدة. فين؟ على الأرض وفي أي مكان، ومين أعضاء المحاكمة وأسلوب المحاكمة، كل ده ربنا يدينا ويديك إن هنقوله في حلقة اللي جاية بتاعة الدينونة في المثل اللي بعد كده. نعم. وبعد كده يقول إيه؟ وإعلان الدينونة. وإعلان الدينونة ده موضوع يعني أنا شخصيا مشغول بيه قوي اليومين دول، هو موضوع أرجوك تصلي لي إن إحنا نقدر أنا وإنت مع الروح القدس نوصل للناس. نعم. ما هي الدينونة. نعم. وكمان يقول كده، فجاء الذي أخذ 5 وزنات وقدم 5 وزنات آخر قائلا يا سيد 5 وزنات سلمتني، هوذا 5 وزنات أخر ربحتها فوقها. يعني أنا تجرت بوزناتك وادي الربح بتاعك 5 وزنات زي اللي أنا خدتهم. بالظبط كده. خد بالك كمان بينسب الوزنات اللي كسبها للسيد. طبعا. ما قالوش إيه أنا كسبت. لا. أو مجهودي، لا، إن وزناتك هي اللي كسبت، اللي أنت عطتهوني هو اللي كسب. يقول كده في المزمور، خد بالك، من يدك أعطيناك. الله. في مثل لغة 19 يقول له إيه؟ مناك، اللي هو الوزن الفضة دي، يقول له مناك ربحت، مش أنا اللي ربحت، كأن أنا، لا أنا بل المسيح الذي في، الذي فيك، كأن أنا لست مستحقا أن أدعى. يقول بولس الرسول رسولا، أنا أصغر الرسل. يقول كده بولس الرسول، مصدرة وغير موجود. ما أنت عايز إيه بولس؟ أنت أصغر الرسل، ولا مستحق أن تكون رسولا، ولا لم تدرك بعد، وكل طموحاتك أن لا أعرفه وقوة قيامته وشركة ألم. عايز إيه يا بولس؟ يقول لك أنا عايز حاجة واحدة بس، أن الله يرحم جميع الخطاء الذين أولهم أنا. بس دي الأنا بتاعت بولس. وبعدين يقول ايه؟ فجاء الذي اخذ 5 وزنات وقدم 5 وزنات اخر قائلا يا سيد 5 وزنات سلمتني، هوذا 5 وزنات اخر ربحتها فوقها. فقال له سيده، المكافأة بقى، نعما ايها العبد الصالح والامين، كنت امينا في القليل، اقيمك على الكثير، ادخل الى فرح سيدك. الله. انا هسألك، عرس المسيح، كلمة نعما، يا هناك، يا هناك، مش كده كمان ايه؟ يا بختك، او يا نعمة ربنا اللي فيك. يعني انا بحسد النعمة دي، كلمة نعما ايها العبد الصالح والامين. هنا ما قالوش نعما ايها العبد الناجح او الشاطر، بل قال له انت صالح ان تذهب الى الملكوت، وامانتك هي اللي دفعتك. وكمان قال له ايه؟
أيها العبد الصالح والأمين. يعني إيه؟ يعني خد بالك، أنت مهما كسبت ومهما ربحت ومهما تجرت ومهما عليت، فأنت في الأول والآخر عبد ليسوع المسيح. زي ما قلت لك من شوية، نحن عبيد بطلون. حتى لو ربحنا الدنيا كلها فنحن عبيد بطلون. كمان يقول إيه؟ يقول هنا نعما أيها العبد الصالح، كنت أمينا في القليل فأقيمك على كثير. في حتة مهمة قوي 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 قوي، هو هنا أعطاله خمس وزنات بالنسبة للأرض كتير. والسماء الأرض كتير. الأرض كتير، لكن في السماء إليه لا تقارن، لا تقارن. لأن الرب أعطي كل سلطان، وهذا هو السلطان اللي احنا ورثة الله ووارثون مع المسيح. ده يؤكد إيه؟ يؤكد حتى وإنت كنت أمينا في القليل على الأرض، ده لا يقارن في اللي هتكون فيه أمين على الكثير في السماء. صح، لا يقارن، ما فيش وجه مقارنة. يعني هديك مثلا، أنت ربنا عطيك موهبة التسبيح وموهبة الوعظ وموهبة جذب الناس للمسيح، دي وزنات عندك. نعم. هتربح بيها قليل على الأرض، في السماء خد بالك، في السماء أنت هتبقى أمين على نفس الثلاث وزنات دول في السماء. إزاي؟ أنا معرفش. هتقولي ده مفيش تسبيح، مفيش وعظ في السماء. اه مفيش وعظ في السماء. هتقولي ده مفيش افتقاد، هقول لك بس هيقولها دلوقتي في نهاية المثل هيوضحها أكتر. بس إزاي أنت هتكون أمين على الكثير اللي ربحت بيه على الأرض في السماء، دي هيقولها دلوقتي بعد شوية. أمين. وبعد كده يقول إيه؟ ثم جاء الذي ادخل إلى فرح سيدك. كلمة ادخل، أنا بحب الكلمة دي قوي. أنا هسألك سؤال يا دكتور يوحنا، تخيل أنت قمت الصبح تفتح صندوق البوسطة بتاعك الميل، لقيت فيه دعوة جاية لك باسمك شخصيا تحضر فرح ابن ملكة إنجلترا. شعور إيه؟ شعورك؟ هبقى طبعا مميز، أن أنا تم اختياري أن أنا أحضر هذا الفرح، العرس الذي بيختار مدعوينه من جميع رؤساء العالم. وهو الرب قالها، كثيرون مدعوون وقليلون منتخبون. فشوف انت بقى، لو هتروح مثلا تحضر فرح معرفش ابن اسمه ايه الاخير ده، وانت في الكراسي الاولى ومرقم الدعوة بتاعتك ورايح بشخصك تحضر الفرح، اي فرحة واي شعور انت هتكون فيه هذه اللحظة؟ كم وكم لما تدخل الى فرح مين؟ العريس، فرح سيدك، عشاء عرس الخروف. يا سلام. عايز ايه بعد كده؟ عايز ايه بعد كده؟ ده الواحد بيقف قدام الآية دي بيخجل من نفسه، هل فعلا أنا يا رب هكون من ضمن المدعوين؟ هكون من ضمن الحاضرين؟ ده فرح لا ينتهي. صح. مش فرح ساعتين وثلاثة ويخلص. وبعدين يقول ايه؟ ثم جاء الذي أخذ الوزنتين. أيوه كمل. وقال يا سيد وزنتين سلمتني هوذا وزنتان أخرتان ربحتهما فوقهما. فقال له سيده نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. نفس الكلام، نفس المكافأة، نفس الأجرة. وده يخليك إيه؟ يخليك أنك أنت ما تسألش تقول إيش معنى ده خد خمس وزنات وإيش معنى ده خد وزنين. نفس المكافأة بس على قدر طاقتك. ده بالظبط زي اللي كان راح يأجر عمال وأخد ناس في الساعة الأولى وناس في الساعة الحادية عشر، كلهم أخدوا نفس الدينار، واللي تجي الساعة الحادية عشر نفس الدينار. ده اشتغل ساعة زي ده، هو حر، لأن الله عارف إمكانياته. عارف قدراته. ربنا يسوع المسيح عارف أنت ممكن تعمل إيه وما تعملش إيه. أنا بس في سؤال يطرح نفسه هنا، طب أنا إزاي أكتشف أن عندي وزنة؟ ما في ناس عندها وزنات ونايمة في الخط. وفي حاجة تاني كمان، في واحد يجي يقول لك يا عم أنا الحمد لله ما بعملش خطية وعايش في هدوء وعايش في سلام، هتدان. خد بالك، لأنه ما استخدمش حتى سلام الله اللي فيه لجذب النفوس. بالضبط، لأنك برضو أنت تتساوى مع اللي دفنها. لان انت صحيح ما بتعملش خطيه، ما بتعملش حاجه وحشه، انت من البيت للكنيسه للشغل وعايش في سلام وراجل هادي وراجل اخلاقك حميده، لكن الله عطيك وزنه. بالظبط يا جماعه، زي اللي بيطلب بركه
تفهم التعبير ده. اللي بيطلب بركة عشان يتبارك بيها هو وولاده وأسرته فقط، البركة لازم تيجي في يوم من الأيام تزول طبعا، لأنها غير مثمرة، لأنها الله بيعطيك البركة لكي تبارك الآخرين، فإن لم تبارك الآخرين تزول منك البركة. نمبر 2، عشان كده أنت لما تبارك الآخرين الله يعطيك أن تصلي وتقول باركيها يا نفسي إيه الرب ولا تنسي كل حسناته. فالرجل قال له نفس المكافأة، قال له نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل أقيمك على الكثير، أدخل إلى فرح سيدك. وبعد كده الكارثة بقى، الكارثة الكبيرة. ثم جاء أيضا الذي أخذ الوزن الواحدة وقال يا سيد عرفت أنك إنسان قاسي، تحصد حيث لم تزرع وتجمع من حيث لم تبذر. ايه ده؟ ما عشان كده بقول لك المصيبه. الكلام ده ازاي ده؟ قال له ايه؟ يعني ده بيلوم ربنا، ده بيدين ربنا. اوعى تفتكر ان الكلام ده غريب علينا، لا ده حقيقي واحنا بنعمل كده. صدقني ده عامل زي بالظبط الفريسي اللي كان واقف في الهيكل يقول له يا رب بص بقى انا ما بعملش زي الناس، انا بعشر لك كل حاجه وبعدين بصوم لك يومين في الاسبوع وموجود في الهيكل اهو، عايز مني ايه تاني؟ انا باجي الكنيسه كل يوم، عايز بصوم كل الصوم صام كلها، كل الاصوام كلها بصوم، عايز مني ايه تاني؟ كانه بيدين ربنا، بيدين ربنا او ربنا مديون له. ما هو بيعاير ربنا بالظبط، ده بيعاير ربنا بقى بالظبط كلامك. فعشان كده ده خرج مش مبرر، ده خرج مديون طبعا. هنا لما قال له بيقول له ان انا يا سيد صاحب الوزن ياس عرفت انك انسان قاسي، دي لغه العالم، دي كارثه، يقول على ربنا ان هو قاسي القلب، دي اشاعات العالم. ياما اتقال كلام عن ربنا وخاصه من الملحدين والبعيدين ان الله لماذا يسمح الله بالشر، يقول لك إيه؟ معلش انا اسف في الكلمه، انا بسمعها من الناس في الكنيسه، في الكنيسه يقول لك ايه وهو ربنا فين؟ مش ربنا قال انا بحميكم وانا برعاكم وسايب الناس تتقتل وسايب؟ لا، هو نفس التعبير ده. انا واحد مره مؤمن فقال لي بص بقى ان ايه وقفتني، وهي الايه دي بقى اللي خلتني انا ما انا مش هاجي الكنيسه تاني. قلت له خير، انهي ايه دي اللي وقفتك؟ قال لي مش انت قلت ان الكتاب واحده واحده؟ قلت له اه. قال لي طب ايه اللي موجود في اشعياء 45 دي؟ قلت له اه اشعياء 45 بتتكلم عن الله صانع بتاع ده خالق الشر؟ قال لي ايوه هي دي الايه اللي وقفتني. قلت له ما طبعا قبل ما يبقى شر ده كان ايه؟ مش هو اللي صنعه؟ بالظبط، مش هو اللي خالق لوسيفر رئيس ملائكه التسبيح؟ ما هو الشر ده منه، بس هو قبل ما يبقى شرير قبل ما يسقط ما هو كان كان الياور بتاع ربنا. بالظبط، كان حامل النور كان حامل النور قصاد القرش الالهي. يعني فهنا انا عايز اقول اللي عنده وزنه ما بيستعملهاش وبيستعملها لشهوات الأرض، حاجة من التلاتة، يا إما مش عارف إن هو عنده موهبة، يا إما عنده استهتار في حياته الروحية، يا إما يستهين بالله صاحب الوزنة، عشان كده أنت بتستعملها في الأرض. وبعد كده يقول إيه كمان؟ يقول هنا إن هذا الولد قال له عرفت انك قاسي، عرفت منين انه قاسي؟ دي كل دي اشاعات اهل العالم. وبعد كده يكمل يقول ايه؟ تحصد حيث لم تزرع. كذاب. ازاي يعني؟ انا اسف في التعبير، كذاب وابن كذاب. ابو كل كذاب. ابو كل كذاب. لان المسيح قال هوذا الزارع خرج يزرع. من هو الزارع؟ المسيح. هو ازاي ما يحصد من غير ما يزرع او يبذر من غير ما يحط بذور؟ فهنا دي لغة الشيطان. دي لغة أي إنسان، أي واحد في العالم يستخدمه الشيطان لم يستخدم الوزنة اللي عطاها له ربنا. يا مناس استعملت الوزنات وربنا عطيها بخمس وزنات في الشر وفي الأرض وفي العالم، لكن ثقوا تماما أن السيد المسيح قد غلب العالم. وبعدين يقول له ايه؟ اخفيت وزنتك في الارض هوذا، يعني حتى انا حتى الولد انا ما اعرفش يعني
تخيل انت تتجاسر وتيجي قدام ربنا وتقول له ايه؟ هو ذا وزنتك، ايه يا سيدي مش دي اللي اعطيتهاني اهي. يعني هو لا خد منها حته ولا بوظها ولا كسرها، لا رماها له كده في الوش. بص السيد يقول ايه؟ فاجاب سيده الله وقال له ايها العبد الشرير والكسلان، خد احذر من الكسل عزيزي المشاهد. بولس الرسول بيقول في افسس 3 محاربتنا ليست مع دم ولحم، افسس 6 بل مع اجناد الشر الروحيه. واجناد الشر الروحيه دول فيهم ارواح فرقه كامله اسمها ارواح الكسل. والكسل يجعلك شرير، والشرير ربنا ما يقدر لا انا ولا اخويا ولا كل اللي بيسمعونا ويشوفونا، يتقال ايها العبد الشرير والكسلان. يكمل ويقول عرفت اني احصد حيث لم ازرع واجمع من حيث لم ابذر. عرفت منين؟ هو السؤال هنا استنكاري. بيقول له انت عرفت منين؟ اكيد اصحاب الشر هم اللي نقلوا لك هذا الفكر. اذا كان الرب نفسه قال الحصاد كثير والفعل قليلون، اطلبوا من رب الحصاد ان ياتي بفعل. يا اخوانا ده الحصاد كثير. بالظبط. حان وقت الحصاد، احصده بقى. وبعدين يكمل ويقول ايه؟ فكان ينبغي يقول له طب يا اخي مش عايز تتعب، مش عايز تربح، مش عايز تقوم من كسلك، اذهب. يقول له كده ايه؟ كان ينبغي ان تضع فضتي عند الصيارفه، فعند مجيئي كنت اخذ الذي لي معربه. هقول هشرح الكلام ده. كلمه الصيارفه هنا في تعبير او فكر الاباء معناها رجال الله، معناها خدام الله، معناها رجال اخواتك في الخدمة. واحد ربنا عنده موهبة وزنة اكتشاف المواهب، وده حصل بالفعل. فروح لواحد من دول قول له انا مش عارف اكتشف وزني، صلي معايا وشوف ربنا يقول لك ايه. بالظبط. ما هو الرب ادانا ان احنا نكون امناء على الاخرين، وكل ما تطلبونه في الصلاة بايمان هيديك. هيديك. لا وبعدين ممكن تلاقي مثلا واحد وزنته مثلا المال. تمام. يقول لك لا يا عم انا ما اعرفش اعمل بيها حاجه، انا ما يا عم طب ما عندك فيه خدمات كتير، ما تستثمر مالك ده في خدمه. مش لازم انت اللي تعمل، ادي للخدام اللي بيخدموا وخليهم يستثمروا في ملكوت الله. ايه خليك تكون مشارك في هذه الخدمه، ما في خدمه التدبير، ما في ناس مدبره، روح اديها. هايل. خليهم هم اللي يدبروا، وانت تبقى زيك زي بالظبط اللي حارس الامتعه، زيه زي اللي حارب، ده زي ده بياخد نفس الحاجه. هقول لك حاجه حبيبي يوحنا، اثناسيوس الرسول هو طفل كان واخد شويه عيال صغيره وبيلعب على البحر في الشاطئ بالرمله ويحطوا ميه ويشيلوا ميه وبتاع، وكان هو وطفل عنده شخصيه يسيطر على اصحابه دول. في ولد تلاقيه عنده شخصية في وسط الأولاد. مين واقف في الشباك شافه؟ البابا ألكسندروس 19. عنده ربنا عطيله اكتشاف المواهب، جاب الولد ده وتبناه واستعمل مواهبه وأظهر موازناته إلى أن يصير القديس أثناسيوس الرسول البابا 20، لكي يقف بوزناته ويقول ودفاعا عن الإيمان أنا ضد العالم والإيمان بتاعنا ما يتهزش. شوف قد إيه. فقال لنا أنا بحكيه لك، روح للصيارفة، روح للأسيس يوحنا، روح لأبو أب اعترافك، روح لمرشدك الروحي، روح لأخوك في الخدمة، روح لشخص تحس فيه أن ربنا عطيله اكتشاف الوزنات أو اكتشاف المواهب، واديله وزنتك ويساعدك أنك تربح بيها. كلمة الربا هنا مش معناها الربا حرام او خطا، لا، يعني انت حطيت قرشين في البنك، البنك خدهم شغلهم، انت بقيت شريك مع البنك، البنك كسب 100% بيديك نسبه من الربح ويصرف على الموظفين ويصرف على البنك ويصرف على كل حاجه. دي مقصود بيها، يعني انت هتديها له ويشغلها وتاخد انت جزء من المكسب وهو جزء من المكسب. اذا في حد ذاتها برضه تجاره، صح؟ بوزنة سيدي. وبعدين يقول ايه؟ فخذوا منه الوزن واعطوها للذي له العشر وزنات. خد بالك بقى، اعطوها للذي
عنده 10 بقى عنده كام وزنه؟ 11. الكلام ده هيتم امتى؟ يوم المجيء. في يوم المجيء. اذا اللي معاه 10 زائد 1 11 هياخد يتاجر بيهم فين؟ في الملكوت. ازاي انا ما اعرف؟ الكتاب ما ذكرش ايا كان نوع الوزنه ما ذكرش. وبعد كده يقول ايه؟ لان كل من له يعطى فيزداد ومن ليس له فالذي عنده. عزيزي المشاهد احذر انك لو ما استعملتش الوزنه هيتاخد منك. هتتاخد منك. يمحى اسمك من سفر الحياه. يقول له كده في سفر الرؤيا، صلي لألا يمحى اسمك من سفر الحياه. دي ملاك من الملائكه السبعه بتوع الكنائس. وبعدين يقول له والذي عنده يؤخذ منه. وكمان عايز اديك معلومه كمان، حتى لو انت جوه الخدمه وبتظن ان انت عندك بذاتك ومجد نفسك يؤخذ منك لانه ليس لي. بالظبط. ده مش من عند ربنا. انت بتقول كلمات في السنة. ده من الذات. بالظبط. من الانا. هيؤخذ منك. عشان كده بنلاقي ناس كتيره يقول انا عملت انا سويت. لا، الرب خلاني اعمل ده. بالزبط. الرب استخدمني اعمل ده. بالظبط. عارف ساعات الانسان في الخدمه زي ما حضرتك قلت في الكنيسه يستعمل وزناته بثمار لمجد ذاته. يؤخذ منه. طبعا. يؤخذ منه. عشان كده اي خدمه فيها ذات او فيها انا ايا كان نوعها عمرها قصير. صح. ما بتدومش. صح. وبعد كده يكمل ويقول ايه؟ يكمل ويقول والعبد البطال اطرحوه الى الظلمه الخارجيه. كلمه البطال هنا معناها العبد الذي لا يعمل. الفاسد. اللي ما بيتاجرش. ما هو فاسد. الفاسد. ما بيعملش في ملكوت الله. بالظبط كده. لا يتاجر. لان ملكوت الله مش عند مجيء ابن الانسان. لا، ملكوت الله من ساعه ما تقبل ابن الانسان. ده ملكوت الله فيكم. الرب بيقول كده، ملكوتي في داخلكم. انا مش قادر، انا بصراحه سامحني، انا مش قادر اقرا الجزء اللي باقي ده لانه صعب جدا جدا. بيقول لك العبد البطال اطرحوه الى الظلمه الخارجيه، هناك يكون البكاء وصرير الاسنان. ناقصه كلمه واحده، سامحني يعني احتمل ضعفي. وهناك يكون ايه؟ البكاء وصرير الاسنان الى الابد. ما هو طبعا ده الى الابد. الظلمه الخارجيه يعني ساعات بننسى الحته دي. زي ما في حياه ابديه في نار ابديه. بالظبط كده. في هلاك ابدي. ده يعني انا دايما اقولها حتى عندي في الـ في الـ في الكنيسه، وكل الاحبه عارفين كده، يعني اقول لهم في عندنا اتنين بحرف الاتش، عندنا في هيفن وفي هيل، عندنا في نعيم وجحيم. اختار اللي انت عايزه بقى، بس الاتنين ابدي. نقي اللي انت عايزه، ده هيبقى ابدي وده ابدي، انت اللي تختار. والرب يديك حريه الاختيار انك تختار الصح والغلط قدامك. طريق الحياه وطريق الموت. اسلك اتخذ الحياه يا اخي، خد الحياه تحيا. بص يقول لك خد الحياه تحيا، تحيا انت ونسلك. ونسلك ايه ده؟ ما هو الحياه حياه للابد. ده يعني ده كلام. ارجو انه من خلال حلقه اليوم عزيزي المشاهد ادعوك وادعو نفسي معك انك من اليوم تبحث ما هي وزناتك، ما هي المواهب التي أعطاها لك الله لكي تربح بها نفوس للمسيح، تربح بها خير، من أجل أن يوم ما تقف قدام كرسي المسيح في الدينونة تقدر يقول لك وتسمع منه نعما أيها العبد الصالح والأمين، كنت أمينا في القليل فأقيمك على الكثير. ادخل الى فرح سيدك. هللويا. كده لينا المره الجايه هنوصف لك شكل الدينونه ايه، ومين اللي هيدين، ومين هي اعضاء المحاكمه، وهل الاموات اللي ماتوا دلوقتي هيتحاكموا ازاي. ده موضوع كبير قوي. اطلب من الله انك تذكرنا، والقسيس يوحنا يذكرني في صلواته، ان ربنا يدينا نكمل رساله علامات نهايه الايام من خلال متى 24 و25. امين. ربنا يباركك يا اخي بشاي. بصراحه يعني النهارده كان مثل الوزنات دي مثل حقيقي لناس عايشه في هذا العالم وشايفين العالم، والرب مديهم نعمه كتيره ونعمه وبركه وهم مش حاسين بقيمتها. بقول لك لسه بدري،
يا عم عيشني النهارده وموتني بكره، حد ضامن؟ لا الرب ضامن، لينا ضمان ابدي، لينا ضمان ابدي. وصدقوني المسيح على الابواب جاي، وخلاص المركب بتاعت المسيح جايه هترسى على شط البحر، واللي هيخشوا زي ما دخلوا في الفلك هيخشوا، لكن اللي مش هيليهم نصيب في الفلك الباب هيتقفل، ومش هيبقى قدامهم غير الظلمه الخارجيه اللي هيبقى فيها بكاء وصريل الاسنان من كتر الالمات والعذابات. انا دايما بقول الجسد بتاعنا ده لا يستحمل النار الابديه، عشان كده ولا يستحمل الحياه الابديه، لان الرب قال لا يراني احد ويعيش. فهنبقى بالجسد الممجد، هيبقى جسدك جسد نوراني لو ليك نصيب في الحياه الابديه، وفعلا وزنت او تجرت بوزناتك صح. وللاسف هيبقى ليك جسد نيراني لو ما وزنت، لو ما تجرتش بالوزنات علشان تستحمل النار الابديه. فارق كلنا، بصلي من قلبي ان كل انسان شهدنا النهارده يتاجر بالوزنات اللي الرب ادهاله، عشان الرب يباركه ويقوله نعما ايها العبد الصالح والامين، كنت امين في القليل اللي انا اديته لك على الارض، انا هديك الكثير في الحياه الابديه. ادخل الى فرح سيدك، والمركب اهي جاي، والمسيح هو رئيس المركب. خليك معاه فذاك يكون افضل جدا. مبارك اسمك يا رب. فرد الأولوع والرئيس فيها بينادي، يا رايحين ليسوع أنا ذاهب للسماء، أنا ذاهب للسماء مسرور، أنا بالمخلص ذاهب للسماء. والمركب اهي جاك وداخلها باليقين، والرئيس فيها بينادي تعالوا يا مفديين، وانا ذاهب للسماء، انا ذاهب للسماء مسرور، انا بالمخلص ذاهب للسماء. والمركب اهي جات وفيها صوت تهليل، والرئيس فيها بينادي تعالوا بلا تأجيل، انا ذاهب للسماء، انا ذاهب للسماء مسرور، انا بالمخلص ذاهب للسماء. والمركب اهي جات وفيها صوت تسبيح، والرئيس فيها بينادي تعالوا للمسيح، وانا ذاهب للسماء، انا ذاهب للسماء مسرور، انا بالمخلص ذاهب للسماء، انا ذاهب للسماء، انا ذاهب للسماء مسرور، انا بالمخلص ذاهب للسماء. نعم يا رب، يا رب انا بصلي النهارده ان كل انسان شاهدنا النهارده تفتح قلبه، يا رب تفتح قلبه، تشيل القلب الحجري اللي موجود فيه وتديله قلب ينبض بالحياة، قلب لحم،
قلب حقيقي يا رب، ما يكونش قلب مزيف، يكون قلب نابع، نابع بوزنات انت بتديها له يا رب. خليه يستخدم هذه الوزنات ليربح نفوس لملكوتك. استخدم نفوسنا الضعيفة يا رب لمجد اسمك وامتداد ملكوتك. انت قلت لبطرس اجعلك صياد الناس، مش هتكون تصطاد سمك لكن هتصطاد بشر. وفعلا في يوم الخمسين لما حل الروح القدس وبدأت الكنيسة، في ثلاث دقايق بطرس جاب بقوة روح الله ووزنت هذه القوة بالوزنة الروحية اللي الرب ادهاله، جاب 3000 نفس، رد 3000 نفس لملكوت الله. أنا بصلي من قلبي النهاردة أن كل إنسان شاهدنا يكون فيه روح بطرس، الروح النارية، الروح القدس اللي تغير وتبدل النفوس، تشعل قلوبنا يا رب علشان تخلينا مثمرين في ملكوتك. اجعلنا فعلة في ملكوتك يا رب عشان نأتي بالثمر ويدوم هذا الثمر. أشكرك من أجل أخويا أخي بشاي جبرة، استخدمه بقوة لمجد اسمك، اديله 30 و60 و100 نفوس بحسب قلبك مش بحسب قلوبنا الضعيفة، لكن ادينا نفوس بحسب قلبك يا رب عشان نأتي بالثمر وهذا الثمر يدوم. اذكرني يا رب، اذكرني يا رب في وقت مجيئك، أنا الغير مستحق. أشكرك، أشكرك من أجل هذا المنبر اللي أنت أقمته علشان يكون سبب بركة لكثيرين. ارسل كلمتك، ارسل كلمتك يا رب، اخترق بها النفوس، اخترق بها القلوب، اشعل قلوب الكل وضم لي الكثيرين الذين أخلصوا لك المجد والكرم من الآن وإلى الأبد. آمين. رب يباركك أخي بشاي، سعدت بلقائك وأكيد هيبقى حلقات مثمرة في الأيام اللي جاية وربنا يستخدمنا. وفي نهاية هذه الحلقة بشكرك. أنا ليا بس كلمة أخيرة، أنا بشكرك وبشكر محبتك، رب يبارك، وبشكر كل القائمين والخدام في هذه القناة، وبصفة شخصية أنا بشكر الإعلامية المميزة مدام هايدي سعد، لأنها يعني فاجأتني قبل الحلقة أن هي تهديني صليب الخدمة، ودي حاجة أنا أعتز بيها، وفوجئت أن هي بتهديني هذا الصليب للخدمة ليا ولزوجتي شريكتي في الخدمة. أنا بشكرها قدام العالم كله، وبطلب من ربنا أن يكمل خدمتها في هذا المنبر وفي هذا المكان، ويبارك في أخويا يوحنا لكي يستخدمه الرب كما قال لي بقوة، أيضا يستخدمك الرب بقوة لخلاص النفوس. أمين أمين، ربنا يباركك. أحبائنا المشاهدين، سعدت بلقائكم، ونشوفكم على خير الأسبوع القادم مع همسة جديدة وهمسات عابر.